بداية أرحب بضيوفي مصر الكرام وأخص منهم بالذكر أعضاء المنصة الكريمة في هذه الجلسة العلمية التي بعنوان الخطاب الديني عبر الفضائل المحتوية الإيجابيات والحزينة. فمرحبا بالسيد الدكتور عمر حبور الدلعي المدير العام لمجلس الامارات للافتاء الشرعي للامارات العربيه المتحده، وفضيله الشيخ موسى سعيد رئيس المجلس الاسلامي زامبيا، وفضيله الشيخ احمد نميني وبابا صالح رئيس مجلس الافتاء الكيني، وفضيله الدكتور عبد الحميد المولي رئيس المجلس الاسلامي والحفاظ على خصائصها في هذا الوضع.
المتمثلة في انضباطها وجريانها على قيم الاعتدال والتسامح والحكمة والرحمة والتيسير والتزامها بالاختيار الوطني الذي يتكيف مع سياقات الوطن واعتباراته وخصوصياته وثقافته. وتلك السبيل يجعلها عرضة لتلاشي مكانتها فتزل قدمها بعد ثبوتها وتنزع المهابة عنها وتجمع على المكلفين الحرج بعد الحرج والتعسير بعد التعسير. وفي ديننا لن يغلب عسر يسرين وما جعل عليكم في الدين من حرج. الأمرة الثانية ضرورة الوعي بالسياق المعاصر للفتوى وتطوره في القضايا الراهنة. إن الاعتبار بالسياق والسباق أصل معتبر في علوم الشريعة وهو معين على الفهم والإدراك والاستيعاب، وكل ما فصل عن سياقه ومساقه فقد وعاءه الطبيعي وكان نابتة ومنبتة ما له من قرار ولا اعتبار. وهذا يقتضي أن نتبين جيدا أن أوضاع الفتوى اليوم ليست على غرار أوضاعها عند الأوائل، فهذا العصر إن هذا التحول جعل من الفضاء الإلكتروني بيئة خصبة وسهلة لاحتضان الجماعات المتطرفة وانتشار أفكارها وبث سمومها، كما تكاثر بين أشباحها الكثيفة المنفلتون من القيود ومن لا يلتزمون بالقرارات والضوابط التي تنظم الإفتاء. ويزداد الأمر صعوبة أننا الآن أمام جيل آخر من الذكاء الاصطناعي الذي يفكر ويفتي ويؤلف ويوجه ويتميز بقدرات هائلة لم يسلم مجال الإفتاء من صيحاته وأثره، فتجده قد بث الروح في الأموات من المفتين وأقامهم من الأجداد لكل جديد من الرأي يتناولون في صورة مربكة يتأباها المنطق السليم. الأمرة الثالثة حتمية الحضور الإفتائي الرسمي المؤهل بالفضاء الإلكتروني. إن الإجماع الإنساني قد انعقد بأنه لا يمكن أن نتخيل العالم من غير هذه الوسائل الرقمية، فقد أصبح جزءا من حياتنا وتربية أجيالنا وتكوين فكرهم. ونشأ عن هذا الواقع الفجوة الرقمية الواسعة نتيجة التخلف عن الركب الرقمي وضعف العدة والإعداد. ومن هنا فإن من واجب مؤسساتنا الإفتائية أن يكون لها في هذا الفضاء الإلكتروني قدم فاسخة ويد مؤثرة بالحضور الإيجابي المؤهل. إننا مطالبون بأن نكون في مستوى الاستجابة والإيجابية، فذلك هو جزء أساسي من الإجابة عن سؤال الفتوى المعاصر. الأمرة الرابعة والأخيرة مأسسة الفتوى في ظل الدولة الوطنية بلسم وآفات الفتاوى الرقمية. إن خطة الفتوى تستمد مشروعيتها من كونها مؤسسة من مؤسسات على مرجعية الدولة الوطنية للفتوى والتحرر من جميع الضوابط والقرارات، ولا يراعي الأعراف والعادات ويذكي الصراعات ويغذي النزاعات، مشجعا تلك الفتاوى البعيدة عن كل مسؤولية وانضباط والتي تميل كفتها إما إلى الإفراط أو إلى التفريط. أما الفتاوى الرسمية تحت إشراف الدولة الوطنية فتتسم بالتوازن والاعتدال والتسامح والانفتاح على العالم. الحضور الكريم، لقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات ورعاية من قيادتها الحكيمة على حوكمة الإفتاء ومؤسسته، وواكبت تطوراته المعاصرة سواء منها الرقمية وغيرها، واستوعبت تلك التحديات بأبلغ ما يكون. وبرعاية الدولة الرشيدة في بلاد دولة الإمارات العربية المتحدة يحضر مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي في الفضاء الرقمي، ويستخدم جميع الوسائل والوسائل الرقمية المتوفرة للاستجابة لأسئلة الجمهور، ويرصد كل الاختلالات المؤدية للفتوى، وهو الآن على مشارف مشاريع مهمة في توظيف الذكاء الاصطناعي الإيجابي في الفتوى. نسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق. وأختم هذه الكلمة ببعض التوصيات. سيد الرئيس، أولا أهمية وضرورة مواكبة التطورات العلمية ورصد ما يجري في الفضاء الرقمي، وأن ذلك من فقه الواقع المطلوب بالفتوى وتحقيق التوازن بين فرص وتحديات هذا المجال وعدم ترك الفراغ
لعشعشة التطرف والتمكن من هذا الفضاء. ثانيا، توعية المستفتين بالفروق الحقيقية بين الفتاوى الرسمية التي تصدر عن دولنا الوطنية والفتاوى المجهولة المصدر، وأنها تفتقد المسؤولية والثقة وتدور حولها الشكوك والمصالح المشبوهة ومعظمها يحمل غايات أيديولوجية. ثالثا، التعاون بين المؤسسات الإفتائية الرسمية لإيجاد بيئة رقمية إفتائية سليمة تتميز بمحتويات منضبطة مسؤولة تحافظ على قيم الاعتدال والتسامح وتتحلى بالتنافسية والاستدامة، لأنه لا يمكن إصلاح أعضاء هذا الفضاء إلا بالجهود المشتركة. رابعا، تبني رؤى وإطلاق استراتيجيات لإعداد جيل إفتائي رقمي قادر على التعامل مع هذا الفضاء ومواجهة نشاطات التطرف المتزايدة وتأهيل كفاءاته وإنجاز دراسات وتصميم تخصصات وبرامج علمية أكاديمية تقود العمل في الميدان وتستجيب لحاجات والابتكار والإبداع والانفتاح الإيجابي على التطورات العلمية والذكاء الاصطناعي والشجاعة في تقديم الحلول وإعطاء الأولوية لأخلاقيات هذه العوالم الرقمية لتكون مؤسساتنا قدوة في المسؤولية والثقة والالتزام بالقيم في هذا الفضاء الرقمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه الكلمة البادعة النافعة لفضيلة السيد الدكتور عمر حبطور الدلعي المدير العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي بين فيها أن مهمتنا الحضور الإيجابي المؤهل في الفضاء الإلكتروني. والآن نستمع إلى كلمة فضيلة الشيخ موسى سعيد رئيس المجلس الإسلامي بزمبيا. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الإحسان إلى يوم الدين. أود أن أشكر رئيس الجلسة كارلوس محمد وأسأله أن أستمع باللغة الإنجليزية التي قد تكون أحسن مني من اللغة العربية، ولكن كان المفروض أن أتحدث باللغة العربية لأن الدرس بدأت باللغة العربية. رغم ذلك يعني أنا أخوكم موسى سعيد من بلد زامبيا وبلد مسيحي معترف بالدستور أنها بلد مسيحي. But what has brought us together today is of importance for each and every one of us. Of cyberspace. The cyberspace has played a role in which the Muslims around the globe have differed among themselves, not only because they want to differ, but because they did not take advantage of this technology. This technology has come to us to open our eyes and begin to share the best practices that today we are witnessing in this Cairo conference. It is important, therefore, that these best practices should be shared, and especially with the people that come from Akaliyat, so that we will be able to understand and share the knowledge through this cyberspace. It is therefore important, my respected delegates and the participants of this conference, that Islam is a deen, it is a religion that is actually everything has been said in it. It is a religion that tells us how to deal with one another, how to portray the best practices. And it is for this reason that we need to use this technology. And I know for sure a good number of my brothers and sisters in Zambia have embraced Islam through this Wasai electronic. But at the very same time, it has developed a dangerous trend amongst ourselves
because there is no one actually taking care of those that embrace Islam through this technology. It is important, and it is important indeed for each and every one of us to begin to look at this and share the best practices. With, as I end, I want to write on what everyone else has said. My gratitude to the organizers of this conference, and indeed my gratitude to the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs through Dr. Muhammad Mukhtar Juma and the Republican President of the Egypt for taking up this task to be able to bring Muslims across the globe to share the way that will be more important as we go back home. We have learned a lot and we're still learning. Jazakumullah khair for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the end, that's it. التي أكد فيها الشيخ موسى سعيدي رئيس المجلس الإسلامي أنه لا بد من الوقوف أمام تقييم هذه الوسائل من حيث الإيجابيات والسلبيات. والآن نستمع إلى كلمة فضيلة الشيخ أحمد بن ميمي باب صواب رئيس المجلس الإفتائي الكيني فليتفضل مشكورا. اخر واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد دائما وابدا لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا قبل الدخول في الكلمة الصغيرة جدا ربما ستكون أقدم الشكر بالوحي الذي أوحي إلى الدكتور وزير الأوقاف، ولربما سيستغرب بعضنا بكلمة الوحي، لكن إذا علمنا أن الوحي ليس مقصورا على الأنبياء فحسب، فالله قد أوحى إلى الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فالمولى أوحى إلى الأرض بل وإلى الحشرات، وأوحى ربك إلى النحل بل وعلى النساء في حادثة سيدتنا مريم والدة سيدنا المسيح عليه السلام. ولا غرابة إذا قلنا أن هذا الذي وضع وأريد من الواحد إلهام، فالله ألهمه أن يختار في هذا المؤتمر عنوان الفضائية هذه، لأنه موضوع حساس جدا. إن كثير من القضايا الفكرية والأدبية والمادية حتى الأكل والشرب يصح أن نقول أن هذا سلاح ذو حدين، فالأكل والشرب سلاح ذو حدين، لكن إذا نوى بأكله القوة بطاعة الله له ما قد نوى. فقضية الإلكترونيات وإن أسند
تغيير أو إصلاح الخطاب الديني. فأنا أعتقد أن موضوع هذا الإلكترونيات ليست في الخطاب الديني فحسب، بل في كل قضايانا المعيشية والحياتية داخل هذا المصطلح الإلكتروني. كما قلت إن هذا الموضوع سلاح ذو حدين، فيه النفع إن استعملناه بطريقة صحيحة، والعكس صحيح. وعالمنا منذ أن أوجدها المولى سبحانه وتعالى عالم متغير لصالح البشرية. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم وقد خلقنا وقد خلقكم أطوارا. فلا بد لنا من التطور شئنا أم أبينا، لأنه قرار من المولى سبحانه وتعالى. وموضوع التعليم في البعد من ضمن المحاور التي في هذا المؤتمر. التعليم والتسليم عن بعد له إيجابياته وله سلبياته، ولا أريد أن أخوض فيما يتعلق بهذا المفهوم السلبي والإيجابي، لأن ما سمعناه من ساداتنا العلماء والحكماء العباقرة في افتتاح هذه الجلسة اليوم، وما سوف نسمع لا حاجة للكلام، فكل الصيد في جوف الفرع. ماذا سأزيد وماذا سأضيف بعد من قيل لنا ما قيل؟ إنني أرى أن الوقت قد حان لتنفيذ القرارات التي سمعناها اليوم والتي سنسمعها غدا أن ننفذه. المشكلة هو السؤال الذي يطرح نفسه، كيف سننفذ هذه القرارات ومن ورائنا أناس لا يحب لنا الخير أبدا، كما جاء في القرآن الكريم: ولن ترضى ولكم أن تكملوا الآية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. نحن لدينا عقبات، هذه القرارات التي ستطرح اليوم، بل نفس الإسلام يواجه مشاكل شتى ومن كل جانب ومن كل ناحية. تصديقا لقوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لذلك لا بد لنا من الحلول المحكمة من مصدر محكم. الإلكترونيات هذه أصبح ملك لأي واحد يستطيع أن يتصرف في الإلكترونيات ويبث ما شاء من الأفكار. فحتى نتحقق المصدر الموثوق، ماذا سنفعل؟ ماذا من أي جهة سنفعل أن هذه المؤسسة يجب علينا الاعتمادات؟ والجواب سهل. عندنا مؤسسة الأزهر الشريف، عندنا مجمع البحوث الإسلامية، عندنا المجمع الفقهي. هذه المجامع على رأي أن تتفق حتى إذا كان أي من أحدنا يصدر الفتوى أو يستعمل هذا الفكر، أن يكون أو أن يعرف مصدره من الجهة المعتمدة، لأن الأيدي كثيرة وهي تتلاعب، خاصة بنا، ولنعلم أن الإسلام
هو الموجه، كل الايادي وكل الاصابع تتجه الى ضد الاسلام. القرارات والخطابات بعد الغايه الى بكره ان شاء الله تعالى هي تجعلني لا حاجه للكلام اكثر مما سوف اساله. الطريق الصحيح هو المعتمد والمطمئن به في تنفيذ هذه القرارات والتوصيات. لا أزيد عن هذا، بل علينا وعليكم أن نضع الطريق الصحيح لتنفيذ هذه التوصيات وهذه القرارات. لا أكثر في نظري، فالواجبة جائزة، لكن ليس هناك واجبة واحدة، بل هناك وجبات. وجبة حلالا طيبا مما رزقنا الله، ووجبة وجبة حرام نجس وقد حتى أصبح لا تفرق بين الغفو والسبيل. أقول هذا وأعطوا في مسامعكم فكرة تنفيذ ما سيصدر من هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله. والآن مع كلمة الدكتور عبد الحميد الوادي رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام. فليتفضل شكرا. شوف يا ابني عم احنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاه والسلام على رسول الله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الكريم الحبيب المحبوب على القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حق قدره. التي تقدمت بها في هذا المؤتمر بعنوان التعليم عن بعد مفهومه وخصائصه. أصبح الفضاء الإلكتروني واقعا لا سبيل لإنكاره ولا إلى الاستغناء عنه، فهو ضرورة ملحة لمواكبة التطور التكنولوجي ومتغيرات العصر، فهو يحمل الغث والسمين ويحوي الجيد والرديء، وهذا يفرض علينا الإفادة منه في الدعوة إلى الله تعالى من خلال التطبيق الجيد. هذا الكلام وبين أيديكم البحث يحتاج إلى مصارحة ومشافهة لعلنا نقف دائما مكتوف الأيدي أصحاب الأفكار الهدامة. بناء ماذا؟ بناء التشويه والإشاعات المغرضة لهد الدين ولهد الوطن، فهذا ينبغي أن نواجه فيه هذا الخطر العظيم. بماذا؟ بالعلم الذي أعرض عنه الكثير. نريد كل شيء إلا أن نتعلم. أمة اقرأ لا تقرأ، كيف؟ فلابد أن نصارح أنفسنا بهذا الواقع المرير. عندنا يعني عصر المعلوماتية اليوم، لكن ماذا حصلنا؟ إلا شهادات مزورة، وإلا بين أعلى درجات العلم الدكتوراه ومزيفة كلها، وهو لا يحسن الوضوء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالأمر يحتاج إلى العلم الحقيقي الصادق النابع من منابع العلم، من المؤسسات الرسمية الحكومية. ليس العلم عن بعد معناه أننا نترك فهم العلماء
ونقتدي بالفيديوهات التي يتحدث فيها الذين يغرفون بما لا يعرفون، والذين لم يتربوا ولم يتعلموا في مدارس ولا المؤسسات العلمية. متى يكون هذا التعليم عن بعد نافع؟ هذا في المجتمعات التي نعيش فيها نحن في أمريكا اللاتينية، المسافات بعيدة جدا جدا، فكيف الخلاص؟ وكيف النجاة للأبناء؟ وكيف المحافظة على هوية؟ يؤتي يعني أفضل أنواع التعليم عن بعد يكون في هذه البلاد. لكن نحن هنا في البلاد الإسلامية يجب ألا نتوقف عن أن نتعلم في المؤسسات الرسمية، وأن نتعلم على أيدي العلماء، وأن نفهم الدين بفهم الحفاظ الأكابر الذين فهموا هذا الدين عن العلماء إلى السلف الصالح إلى الصحابة الكرام إلى سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. هذا هو ميراث الأنبياء، العلم. لماذا استغنينا عن هذا؟ ولماذا هذه الخفة؟ نستخف بالعلم ونستخف بكلمة التوحيد نقول فيها هو ماذا؟ كما جاء في قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. مش لعبة، مش مسألة أن احنا بنقول والله احنا بندخل الناس الإسلام بإيه؟ بالجهلة اللي يقول الواحد قول لا إله إلا الله، وهو أصلا لا يدري معنى لا إله إلا الله. رجل يتكلم برتغالية أو الإنجليزية أو الفرنسية لا يدري ولا يتعلم شيء، يقول قول بس لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر على ماذا؟ الله أكبر عليه. أنت تفسد ولا تصلح، لا. ليه؟ تعلم لغة القول واشرح وبين هذا الدين بالعلم. إنما عايز يكون الداعية والقصور بشهادات مزيفة وبدون علم، فهذا هو النقصان وهذا هو الضياع. هذا الذي دعا الناس غير المسلمين يقولون إن الإسلام هو سبب تخلف المسلمين. يعترضون على هذه التقنيات الحديثة، ونحن نقول لهؤلاء والله سبب تخلف المسلمين أنهم تخلفوا عن الإسلام. هذه الحقيقة، تخلف المسلمون حين تخلفوا عن الإسلام، لكن المسلمون الذين امتثلوا للإسلام وعملوا بالإسلام وعلموا الإسلام كانوا هم في مقدمة الأمم، فكان أول طبيب وأول عالم فلك وأول عالم رياضيات، كل هذه العلوم الدنيوية من الذين سبقوا الدنيا إليها؟ الذين عرفوا الدين وتعلموا الدين ونشروا الدين على الوسطية السمحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الكرام، نحتاج إلى العلم وإلى المعرفة. حاولنا نأخذ الأسباب مع اعتمادنا على الله لنكون في مقدمة الأمم في هذا الفضاء الكروني. نحن ننتظر الآخرين أن يعطونا كيف نتعلم وكيف نأخذ أو نأخذ منه ما أرادهم أن نأخذ منه، لكن متى سيكون هذا؟ منا نحن المسلمين حتى نحقق خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك يعني التعليم عن بعد كما قلت أنه يعني ضرورة عصرية في مجتمعاتنا الغربية والأمريكية كلها نحتاج فيها إلى هذا التعليم. والحمد لله نحن في أمريكا اللاتينية عندنا المجالس الدعوية من أمريكا اللاتينية التي يقيمها المجلس الأعلى للمجموعة الإسلامية في أمريكا اللاتينية وجزر البحر الكاريبي.
كذلك الذي يقيمه المركز الإسلامي للتسامح والسلام من تحفيظ القرآن أيضا عن بعد، وهذا يثمر أيضا. فنحن نريد أن نتكلم عن هذا الموضوع لكن بكافة جوانبه، بكافة جوانبه، أننا إذا أردنا أن ننشر الخير فلابد أن يكون هذا الخير خيرا، لأن هناك من يظن ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن الحقيقة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فنحن نريد أن نحافظ على أوطاننا وعلى هذا الدين القيم. بماذا؟ بالعلم، بالمعرفة، بالإرادة التي تنشئ أنواع الصحيح الذي به تتقدم الأمة، ونرتقي جميعا بأمتنا الإسلامية وأمتنا العربية. الفضاء حين يكون لها هذه الريادة في هذا الفضاء الإلكتروني سنكون في مقدمة الأمم إن شاء الله، لكن على أيديكم وعلى أيدي شباب هذه الأمة الذين يفهمون هذا الدين بفهم الصحابة الكرام الذين تعلموا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاشوا حياة النبي في زمن، في الزمن الذي يعيشون فيه. إنما لا نستطيع أن نعيش في زمن النبي، نحن نريد أن نعيش في زماننا مع هذه التقنيات الحديثة. بماذا؟ أن نعيش حياة النبي في زمننا نحن الذي نعيش فيه. إنما الذين عاشوا في زمن النبي تخلفوا، حتى قيل أن الإسلام كان سبباً في تخلف المسلمين، وحاشا لله أن يكون ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على أيدينا جميعاً أن نضع التي بها نحافظ على ديننا وننشر دعوتنا الإسلامية بالوسطية والاعتدال التي تعلمناها في خير بقعة من بقاع العلم، وهو الأزهر الشريف الذي كان شريفا وسيزال شريفا وسيكون دائما إلى أن تقوم الساعة. وهذه هي ثقتنا بالله وأمنا ورجاؤنا من الله، وهذه هي محبتنا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونشكر لمعالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه هذا المؤتمر العظيم الذي جمع بين اهل العلم والمعرفه، وايضا الرجال الذين عرفناهم بالاراده فحققوا الخير الكثير لاوطانهم. فجزاكم الله خيرا ورزقنا واياكم الوعي والتوعيه الحقيقيه. ويشتم النبي، لكن فيه هداية واهتداء
فالإقبال على الإسلام كثير، والتمسك بالدين عظيم، والمساجد تبنى، والحضانات تفتح، والمدارس تفتح. إذن هذا هو فضاؤنا، فيه خير وشر. وأحسنت صنعا، أحسنت صنعا أرض الكنانة. عندما أعطت أهمية للذكاء الاصطناعي وأعطى إشارة الانطلاقة للتعلم والتعليم، وكذلك من خلال الأزهر الشريف في مركزه العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وكذلك تبقى الرياضة والقيادة لوزارة الأوقاف التي اقتحمت هذا الفضاء، فأسست من خلال الفضاء الإلكتروني عملا جادا يمكن أن يبنى عليه في خطاب دعوي يعتمد على الوسطية والاعتدال. ولأنني أتكلم بهذه السرعة سوف أشير وأبرم دون أن أشرح وأقلم. أولا ثوابت وقواعد اخترتها هكذا انتقاما والبحث هنا، الأمور بمقاصدها في فضاء الخطاب الديني، أي أن أي قول أو فعل أو حركة تقاس قبيح. ولهذا قال سيدي وسيدك سيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الفضاء الإلكتروني هو من الأشياء، والأصل في الأشياء أيها السادة العلماء أيها الوزراء هو الإباحة، فلهذا جاءت الوسائل لتأخذ أحكام المقاصد كما قال شيخنا البروفي صاحب الذخيرة والفروق، فقال الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، أي أن بتعريف بسيط وسيلة الشيء كهو أو وسيلة الشيء جاري مجراه، وهو الوسيلة تأخذ حكمه، وكل هذه الألفاظ يقصد بها أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فلهذا يقال في الدعوة الوسائل تأخذ المقاصد في الدعوة، إذا انضرت تحت أصل بالضرورة. ولأننا أيها الإخوة صراحة أخمنا وتعبنا، هتكت أعراض لكل ما في أشخاص وفي مؤسسات، وكذلك أسيء لدول وأشخاص من خلال هذا الفضاء الإلكتروني. ولهذا أريد أن أذكر تلميحا لا تصريحا بعض التحذيرات التي يجب على من يعمل في الفضاء الإلكتروني أن يتقي الله عز وجل. فأبدأ بقول الله عز وجل: وقول للناس حسنا، تعبنا من التكفير والترهيب وفقه الاستحلال، فوالله ما زاد هذا التفسيق والتبديع إلا مسارا إلى التكفير والتفجير والقتل. هنا نشأ خفافيش الظلام، استغلوا الدين وطيبة الناس، فنشروا أفكارا هدامة الإنسان المحذور الثاني الذي يجب أن ننتبه إليه في الخطاب أو الفضاء، وهو أن يكون دائما مبدأنا الخيرية، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. لأن في كثير من الأحيان أيها الإخوة بدل أن نتعاون ونبحث عن القواسم المشتركة نبحث عن المتفرقات، فنضخم المتفرقة أو ما تفرق عليه الناس، ونقلل ونهون من المشتركات. قدرنا إرادة الله الكونية والشرعية أن نعيش في بلاد الأقليات، فإما أن نستوطن تلك الديار التي أصبح فيها لنا نسب وسرة، دخلناها بعهد أمان، ومن أوفى بعهده من الله، من هذه الأوطان نفرح لفرحها ونحزن لحزنها. ولهذا نقول: أوروبا وطننا، محمد نبينا، الإسلام ديننا، ولنا قرآننا، نتألم نحزن ندمع
عندما يهان كتابنا كما نعلم عندما يهان الإنجيل أو التوراة، ولكن سوف نبقى هناك ننشر الخير والإسلام، ننشر هداية الرحمن، متمسكين بقول الواحد الديان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن رحمة مهدان من أتباع محمد العدنان، هل لنا خيار غير ذلك أيها السادة الوزراء أيها العلماء؟ لن نرحل، سوف نبقى، لن نتغير، وإن غيرهم نعم يساء لنبينا، ولكن كم في هذا بقدوتنا ننشر كتاب ربنا، نلتزم بالقانون وتدافع عن تلك الاوطان. ولهذا انا اتخذ قطع بدن بلد السويد او يسحب السفراء، ولكن على امتنا ان تحذر وان تنبه وان تبين وان توقع شراكه وحوارا وجسرا للتواصل والبناء. نعم لا بد ان نخضب لكتاب ربنا، ولكن علينا ان نخضب اكثر لما يكتب في الفضاء. هؤلاء الكفار الذين يستباح دمهم وتستحل اعراضهم بحجج واهيه واجتزاء للنصوص والاقوال، فاعتبروها دار كفر فاحلوا بها دار البواب. ولهذا ايها الاخوه، نحن بحاجه الى خطاب ينبذ الكراهيه، وكذلك بحاجة إلى خطاب يدعو إلى الكرامة والمساواة. للمسلم وغير المسلم، خطاب للإنسانية جمعاء، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعلم أنه يحاربني بالوقت وأنا سوف أحارب بالسرعة. قال ابن كثير أي أنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب، دعوها فإنها منتنة. أتعبدنا هذه العرقيات والقوميات فلتكن بهوى لا إله إلا الله الذي تجمعنا. خطاب أيها الإخوة، وأنا أستعجل وعقارب الساعة تحاربني، خطاب لا مكان فيه للتعصب والكراهية العرقية. وزارة التسامح في الإمارات مراكز لمحاربة الكراهية ومعاداة السبية والإساءة للأديان، مراكز للسلام قيم الحرية والمحبة والسلام، مراكز لحوار الأديان في الدوحة وفي الرياض وفي البرتغال. وهكذا هو عملنا، نجمع ولا نفرق خدمة للإنسان. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى العصبية، ثم قال: وليس منا من قاتل على العصبية، وليس منا من نتع العصبية. خطاب يدعو إلى لطف الكلام. والله تعبنا من الشدة والغلظة، حياتنا ميلة بستين ميلة، وتتبين هذا بكلمات متشددة في خطاب جمعوي أو خطاب وعظي. نحتاج إلى خطاب يلطف القلب، يهذب النفس، يعطي الأمل، يشعل شمعة في الظلام الحال. حتى المولى عز وجل ونحن نقرأ سورة الكهف كل يوم كل جمعة، فلم يقل ولينظر وترزلنا في الوعظ والإرشاد بالذكر فقط للنار وعذاب القبر والأوزار. نريد صناعة حياة لا صناعة موت. ولهذا بحاجة أيها الإخوة، عندما ندخل إلى الفضاء الافتراضي، تأليف قصص على دول، تأليف فتاوى ونسب أقوال لدعاة وعلماء لم يقولوها، تكبر على شرف وأرقام أناس أبرياء، تركيب الصور من خلال فوتوشوب لدعاة وعلماء، حسد وغيرة حتى فيما أتى الله هؤلاء العلماء والدعاة من خير، وكأنه يجب على العلماء والدعاة أن يكونوا فقراء، تشويه لدول ونسبة أفعال وأقوال وادعاء ما لا يحدث، إنها بذاغة في اللسان وإثارة
ليس المؤمن بالطاعات ولا اللعان ولا الفاحش ولا اللمين. خطاب المسؤول. أخي كن قدر مسؤوليتك. بدك تكتب حمل المسؤولية. لوائح تردعك ومحاكم تجلبك ومدعي عام يحقق معك. لا تقل هذه دولة ديكتاتورية. هذه حقوق إنسانية. حريتك تنتهي عندما تبدأ حقوقي. وحريتي تنتهي عندما تبدأ حقوقي. كم من شخصيات أغتيلت معنويا. كم بالله عليكم شخصيات بارزة ودعوية تم اغتيالها معنويا. والاغتيال المعنوي أشد من القتل الجسدي. كم من دول وصفت بأنها لا تخدم الإسلام. ولا أريد أن أذكر هذه الدول التي بنت المساجد وسعت المصاحف وعملت في الإغاثة من خلال الجمعيات أو الهلال الأحمر، لكنها لخلاف الفكري أسيء إليها وحرمت من حقها وأغبطت فيما قدمت. لهذا أنا أشكر مصر أرض الكنانة، أرض الأصهر الشريف. أنا أشد على يدي أخي وصديقي وقل عنه ما شئت معالي الوزير المجدد في الخطاب والعمل، الديناميكية والحركة في الأوقاف وجمع الخيرات والثمرات والارتقاء بالخطاب، معالي الدكتور الأستاذ محمد مختار جمعة. أنا أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثقف مدرك يجمع بين الحسم كعسكري والعزم كمؤمن مدني. نحن دعاء خيرين، نحن نحمل المحبة الإنسانية جمعاء. لا بد أن نتلطف في كلماتنا، فبدل أن نقول هؤلاء الكفار نقول هؤلاء المسلمين ونتلطف. بدل أن نقول هؤلاء المبتدع عبد الله نقول هؤلاء قد المخالفين. بدل أن نخصم الناس ونقصم ثياراتهم الفقهية، علينا أن نبحث على المؤتلف، علينا أن نكون دعاة بناء وعمران. لا بد أن نربط الجسور مع الأوطان. لا بد أن لا يكون الفضاء الإلكتروني سببا في الخراب العمران في مصر أو الجزائر أو المغرب أو الإمارات أو قطر أو الكويت أو تركيا أو ماليزيا أو إندونيسيا. فلنكن أكثر إنسانية جامعة لا مفرقة. لا بد أن نشعر الناس بأننا ننقل إليهم الأمان والسلام. هذه بنات أفكاري، إن صادفت قبول عندكم فإمساكم بمعروف، وإن لم تصادف قبولا عندكم فالطلاق مرة إمساكم بمعروف في القول السريع ومن الإحسان. أقول قولي هذا ولي منكم السلام، كل السلام والسلام. هذه الجلسة العلمية السادسة لخطاب الديني عبد الفضال. خاص الشكر للسيد الدكتور عمر حطوب الدلعي المدير العام لمجلس الإمارات الإفتاء الشرعي، وفضيلة الشيخ موسى سعيدي رئيس المجلس الإسلامي بزامبيا، وفضيلة الشيخ أحمد مويني بابا صوالح رئيس المجلس الإفتاء الكيني، وفضيلة الدكتور رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام، والأستاذ الدكتور حسان موسى الأمين العام للتسويق الإسلامي. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.